ياهم من الحبايب المتضررين يقولون خابروك، وهاي بالذات اللي انت ركزت عليها بالفترة الأخيرة اللي عندها علاقة مع السيد الجوراني، هم خابرتك؟ لا ما خابرتني، بس أنا أريد أعرض لك الكتاب هذا حتى يثبت كلامي مال السيد يوسف الجنابي وكيل وزير الداخلية من مؤسسة الشهداء. تقدرون شباب بغداد تاخذون لي أزوم والعقود اللي هذا شو يقول الكتاب؟ تفضل. شو يقول الشيخ صباح؟ هذا إيقاف عمل مع يوقف عمل الوكيل، يوقف عمل الوكيل يوسف الجنابي، وأن هو عرض كتاب من مؤسسة الشهداء بأن أخوه شهيد. هنا هذا الكتاب يقول ليس شهيد، ولا صح للكتاب المرفق من قبل يوسف الجنابي إلى وزير الصناعة. بالله من تخلص الحلقة دزليها واتساب، حتى يعني أنا راح أستمر مثل ما قال السيد غالب الشابندر في هذا الموضوع، وأنا صار لي 18 سنة في ملفات الفساد. استمر يا أخي العزيز، استمر. باكر أيضا أنا راح أسوي، أنا أقول لك استمر أستاذ نجم، حلقة بهذا الموضوع. لكن أنا أقدم شكري إلى القضاء العادل، شكر وتقدير إلى الأخ العزيز أبو رغيف. وأني أقول قبل أن أختم، هي هاي مواقف الرجال، ولو الفلوس تسوي زلم، كان حمت بها وحمت عبد الحسين وحمت السادي. الآن فضائحهم وصلتهم إلى أرذل الأراذل، لا ابن ولا مرته ولا أخوه يقدر يشيل راسه، واكو مجموعة من الإمهات أتمنى تنعرض هاي الصورة يدافعون عنه. هيك حالهم أستاذ نجم، هيك حالهم أستاذ نجم، هيك حال أحمد الساعد وبها أبو سكان، هذا حالهم شوفه. إيه خذوا لي أزوم، هذا حالهم. إيه هذا حال أحمد الساعد الآن وبها أبو كيكارد، هذول العاثوا في الأرض فساد. شوفهم، خلي يشوفونهم الفاسدين، خلي يشوفونهم الفاسدين، خلي يشوفون شلون مصيرهم، خلي يتعظون، خلي ينتبهون، خلي يقولون العراق بحوبة. أستاذ نجم. نعم أستاذ نجم. نعم أستاذ غالب. أستاذ نجم. نعم. نطالب رؤساء العشائر الطيبين والخيرين أن يتبرأوا من أي واحد ينتسب إلى عشيرتهم وهو مرتشي. نطالب رؤساء العشائر كما أنهم يتبرؤون من القاتل ويتبرؤون من الجاسوس، فأناديهم أن يتبرؤوا من هذه الأسماء ويصدروا بيانات في البراءة منهم. شكرا، والله دعوة كريمة لعشائرنا العراقية الأصيلة. تحية لك سيد أبو رغيف، تحية لك سيد فايق زيدان، تحية لكل القضاة الشرفاء، تحية لكل العراقيين الذين يحاربون الفاسدين. عندما يسقط فاسد فإننا ننتظر أن يسقط وراءه الكثيرون.